مرحبا مشاهدينا، وتحية كتير كبيرة من القلب للقلب لكل المشاهدين ولا أطيب. اليوم كمان رح بيكون عنا طبقين غير شكل، طبقين من المطبخ الفاخر أو الكويزين إكستريم، تحتها كمان ست البيت بتميز بأطباق رائعة جدا. الطبق الأول أكيد رح يكون في عنا جبنة الماعز بس بنكهة جديدة. خلينا نشوف المكونات ونرجع نحن وياكم. مكونات سلطة كرة جبنة الماعز مع السمسم وحبة البركة، 200 جرام جبنة الماعز، 30 جرام سمسم محمص، 30 جرام حبة البركة، 200 جرام خس ملون، 100 جرام خيار، 100 جرام بندورة كرزية، 100 جرام فليفلة، 100 جرام بصل، 50 جرام فجل، خبز باجيت عدد واحد، 50 جرام زيت زيتون، 30 جرام خل البلزميك، أوريغانو رشة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. يعني فعلا مشاهدينا الباجيت اكيد نحن نجيبه خالص، ممكن كمان نستعمل الباجيت الاسمر او الابيض، هالشي بيرجع انتم شو عبالكم تستعملوا. نحن هون بدنا نقطع الباجيت الى شرحات بواسطه دائما سكين المنشار. هون مبدئيا لكل شخص من 3 إلى 4 شرحات، واذا في حال كان بتحطوه بجات كبير بتحطوا عالداير قد ما بدكم. هون نحن خبز الباجيت قطعناه هون الى شرحات متساوية، وأكيد الفرن حامي على 180 درجة حتى نحصل على قرمشي من خبز الباجيت بطعم طيب. وهون أكيد نحن رح نجهز كمان كرات جبنة الماعز. هون نحن عنا السمسم المحمص وحبة البركة. حبة البركة نحن دائما معودين كلها أكيد بالعجين أو بالخبز. نحن اليوم رح نحس طعمتها مع جبنة الماعز، لأنه جبنة الماعز طعمتها شوي قوية، فوقتها بندخلها السمسم المحمص أو حبة البركة رح نحس بقرشة طيبة مع الخضرة كمان والباجيت المحمص وخل البلزميك، حيكون فينا طبق من السلطة الطيبة المعمولة بطريقة كتير حلوة. هون نحن جبنة الماعز بتكون كلها متكامشة مع بعض البعض تقريبا، نعملها بشكل كرات بهالشكل. نحن تقريبا بحاجة ل 4-5 حبات أو 6 حبات. هون رح نحط قسم بالسمسم وقسم بحبة البركة، طريقة كتير سهلة وشكل كتير حلو، وأكيد دايما تتميز جبنة الماعز أو الجوتشيز بنكهة طيبة كتير. ف ست البيت دايما بالسلطة اللي بتعملها بتكون غير شكل. هون لكن نحن السمسم بهالشكل صار عنا لكن جوتشيز مع السمسم وجوتشيز مع حبة البركة. هيك صار عنا جاهزين هولي حتى نضيفهم على طبق السلطة. هون كمان نشبعها مزبوط حتى نعبي كل الفراغات، وبهالوقت كمان نحن رح نبلش نجهز طبق السلطة. عندنا هون البندورة الكرزية اللي بتطلع كمان طعمتها كتير طيبة مع جبنة الماعز. هون نقطعها إلى نصفين، بندورة الكرزية قاسية جامدة فيها طعمة حموضة، وكمان إلى مذاق كتير طيب مع الجوتشيز. هون لكن البندورة الكرزية ومن ثم الفجل
أو كما يقال باللغة الفرنسية ردي أو ردش. هون رح نقصها إلى نصفين ومن ثم نقطعهم بهالشكل. كمان الفجل كتير طيب مع الخضرة المشكلة، وهون كمان الخيار إلى نصفين. فعلا بس نقص الخيار تطلع ريحته كتير حلوة، تشق القلب، خاصة إذا كان معطوف طازة وقرشته غير شكل. يعني فعلا الحياة حلوة بمذاق طيب وبنكهة لذيذة. وهون كمان رح نضيف الفجل مع البندورة الكرزية. كمان هون عنا الفليفلة الخضراء، دايما نقوها شكلها حلو جميل. تأكدوا لأنه أنتم عم تشتروا الفليفلة معقول تكون مرات مستوية أو مضروبة، يكون شكلها جميل من كل الجهات. هون رح نقص كمان الفليفلة ونقطعها إلى شعيرات بهالشكل. دايما انتبهوا على صبيكم من الفرن. كمان هون عندنا نحن البصل، البصل كمان بيعطي مذاق رائع. اليوم ما استعملنا البصل الأخضر، استعملنا البصل الأبيض. هون أنا بدي زين على وجه السلطة بحلقات من البصل. دايما البصل بستعملون بهالطريقة مشاهدينا، تلج ومي، جربوا نقعوا البصل قبل وقت بشي ساعة ونص ساعة، بتخف حديته، بعدين بصير مقرمش أكتر. يعني هون كل السلطة بتحسوا بطعمة البصل شهي أكتر من ما هو مباشر دغري عم تقشروه وتاكلوه بسرعة، وأخف بالطعمة للتم. هون كمان ومن ثم كمان رح خلي كمان بقلب السلطة. خبز بالفرن بدون برم. دقيقتين وبصيروا جاهزين الخبزات. هون نحن كمان إضافة البصل ومن ثم الخل البلزميك، كمان زيت الزيتون، أكيد الملح والفلفل، الملح حسب الرغبة. نحن بس نقول حسب الرغبة، يعني في ناس بتحب ملح قليل أو ملح وسط أو ملح زايد، هالشي بيرجع لكم. وهون كمان نحن الفلفل الأسود، ريحة الخضرة مش رح لكم طاغية بس رائعة جدا. ومن ثم هون هالخضار كلها اللي اندمجت مع الخل بلزميك بنخلطها كلها مع بعضها البعض. فعلا ألوان حلوة كتير لسفرتنا. صحن أو جاط بيتميز بوسط المائدة. هون لاحظتوا كيف بلش البلزميك يتغلغل مع الخضرة. هون نحن كمان جهزنا جاط السكب. هون خس الملون، دايما ست البيت لازم يكون عندها الخس الحلو. أول شيء قرمشه طيب، القرمشة تبعه طيبة، وثاني شيء شكله حلو بالجاط. وهون يعني ممكن نسكب وناخذ ورقة من الجاط. هون بنخلي ده هالمزيج
الخضره الحلوه الشهيه. عندنا هون باجيت كمان بالفرن للي صارت جاهزه ومحمصه. انتبه ما نحرق ايدنا لانه الفرن غدار. هون كمان احنا عندنا هون بهالطريقه بنكبسها شوي ونحط هون قطعه من السمسم وقطعه من حبه البركه. لكن قطعه من السمسم وقطعه من حبه البركه من هون كمان بهالطريقه. وبقى عندنا بعد حبه وحده من دون خبزه نحطها بالوسط. وكمان ما ننسى البصل اللي قطعناه الى شرحات رفيعه. وهيك هالصحن صار جاهز مشاهدينا. نحن كمان بهالوقت اكيد رح نروح لفاصل اعلان صغير ونرجع معكم بالطبق الثاني كمان بغير شكل. انطرونا. وعودة مع المشاهدين ولا أطيب، وخاصة الطبق الثاني كمان المطبخ الفاخر أو الكويزين إكستريم. خلينا نشوف هالسلطة الطيبة اللي عملناها بالأول اللي هي مؤلفة من جبنة الماعز مع خبز الباكيت مع خليط من الخضار من الخيار والفجل والبندورة الكرزية والفليفلة وأكيد خس ملون. وكمان ضفنا عليه البصل الأبيض بقلبها وعلى الوجه، وحطينا لها زيت زيتون مع خل بلزميك، وكمان ما ننسى رشة أوريجانو على الوجه حتى تعطيها. أما الطبق الثاني خلينا نشوف المكونات كمان، شي طيب شي حلو وشي فاخر. مكونات: لفائف اللحم بالجبن مع صلصة الخردل، 300 جرام لحم فيلي عجل، 150 جرام جبنة الموتزاريلا، 150 جرام بطاطا، 150 جرام جزر، 200 جرام كريم حيواني، 50 جرام خردل، 20 جرام صلصة إنجليزية، 5 جرامات حر سائل، 100 جرام طحين، 100 جرام كعك، بيض عدد 2، زيت للقلي، أوريجانو رشة، إكليل الجبل للزينة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن مشاهدينا نحن قبل ما نروح كمان على فقرتنا اليوم كيف الرشيقة، بس بدنا نعطيكم فكرة لفائف اللحم فيلي عجل. هلأ مبدئيا اللحمة الفيلي هي أطيب شيء باللحم وأطرى شيء، نحن منجيبها من عند اللحام منقصها إلى شرحات، وهون نحن دقيناها حتى يصير في عنا بهالشكل. يعني اليوم قطعة هالفيلي الموجودة عنا اللي هي طرية مثل بإصبعنا، فينا نشوف قديش طرية اللحمة. بنحط ورقة نانو من تحت ورقة نانو من فوق، وطبعا على الخشب الحمراء الخاص باللحمة والمدقة من ستانلس ستيل. ما تجيبوا مدقات من الخشب لأنه ستانلس ستيل أنظف وأزبط، ما بتقني بكتيريا. ومندقها بهالشكل تنعطيكم فكرة كيف اليوم بتدق من كل الجهات. وأكيد نحن مثل ما ذكرنا نايلون من تحت ونايلون من فوق، دغري من دقة من حطة ومن دقة أكيد فوق النايلون تضل كمان محافظين على نظافة، ومن دقة من كل الجهات بالتساوي. وهيك بعد نضيفة والوراق كمان جاهزين، هيك صار عنا لفائف أو شرحة من اللحم حتى نعملها لفائف. وأكيد من بعد ما نرجع من روبرتاج كيف الرشيقة نشتغل نحن وياكم بطريقة تشوفوها كيف قديش سهلة منا صعبة. اليوم رح نعرفكم على أداة جديدة
فيكم تستعملوها للسبور، خاصة إذا عندكم ولاد، ولاد صغار بيلعبوا كرمال تلعبون تتسلوا معهم. لازم تعرفوا إنه الرياضة منا مش ضروري تكون عبء، شيء بيزهق وشيء متكرر تكونوا مجبورين فيه. رياضة فيها تكون بكل بساطة تتسلوا مع الولاد وتفرجيهم مثل صح إنه الحركة هي كتير مهمة بالحياة. حاعطيكم اليوم حركة بسيطة جدا فيكم تبلشوا فيها بالبيت. للأشخاص اللي عندهم هيدي الطابة موجودة عندهم لسبب أو آخر ومنهم عارفين ليه، هيدي الطابة هي طابة رياضية كتير فينا نستعملها لحركات. في منا عدة قياسات، في الصغير، في الأكبر، وفي بعد الأكبر حسب طولنا إجمالاً من نقي الطابة. الطابة الوسط هي المعدل للناس إجمالاً. هلأ هعلمكم حركة كتير هينة، هي هاي. نحن بس عم ننط على هيدي الطابة وعم نشد عضلات المؤخرة كتير هينة. انتبهوا انه اجريكم يكون بوز الاجر على طول مرتفع عن الارض، ودائما كل ما علينا كل ما صعبنا هيدي الحركه، كل ما علينا كل ما صعبت الحركه. بتتكرر هيدي الحركه قد ما بدكم قد ما فيكم، هي حركه بتعلي دقات القلب، بتحرك العضلات، بس كمان بتخلينا نحرق وحدات حراريه. بنصحكم تعملوها مع اولادكم قد ما فيكم، كونوا المثل المنيح وتسلوا دائما انتم عم تعملوا سبور. شكرا لاختصاصية التغذية فانيسا خشوب اللي فعلا تعطينا دائما افكار حلوة حتى نعملها بالبيت بطريقة سهلة وسريعة. وعودة الى اطباقنا الفاخرة كمان السهلة والسريعة اليوم اللي نحن ذكرنا بمكونات اكيد لحم العجل الفيليه، نحن عندنا هون طحين وبيض، البيض اللي موجود عندنا هون والله لكن طحين وبيض وكعك اللي جهزناهم بجاط زيز. هون اكيد نحن بدنا نضيف البيض، اوكي، وكمان رح نضيف الملح والفلفل، الفلفل الاسود، وهون كمان قليل من الملح، وكمان صار عندنا هون رشة اوريجانو، وبواسطة كمان الشوكة هون ننتبه نحن عم نكسر بيض، إذا وقعت شقفة صغيرة منشيلها ما بيأثر، ومن ثم نخفق البيض بهالشكل تياخد بعضه البعض مثل الأومليت. إذا بدكم تحطوا له شوية ماء ما بيأثر إذا كان البيض سميك شوي، بس البيض هلا اليوم منه سميك. ومن ثم هون نحن في عنا صلصة للستيك الطيبة للي هي معموله من الخردل، اباز دوموتارد، لكن ركزوا شوي كيف الصلصه هون حتى يطلع لنا صلصه طيبه لهالطبق الطيب. هون نحن عندنا الخردل ديجون، انا دائما بنصح باستعمال ديجون، كمان الحر السائل حسب الرغبه، صلصه انجليزيه، طبعا رشة اوريجانو كمان شوي صغيرة، هون الفلفل الاسود، هاي فيكم تعملوها كمان للستيك للبيفتيك هالصلصة الطيبة استفيدوا منها اليوم، كمان ملح حسب الرغبة، ومن ثم بالشوكة بنحركها بهالطريقة مع اضافة الكريم الحيواني حتى بعدين ما نغليه على النار بصير في عنا صلصة الخردل مع الكريمة، مذاق رائع جدا. شوفوا كيف صارت سميكة هالصلصة، بنرجع بنضيف له وإذا حبيتوا تحطوا له شوية خل أحمر كمان، هيدي أنا معلومة زيادة كمان مش عاطلة بتعطيها نكهة طيبة. بصير في عنا هالصلصة للي صار عنا صلصة قد الخردل بيساعدها لتتماسك، يعني مسخنة نضيفها مع الستيك مع شوية خضرة بس شوك السكينة بتلزز بطعمتها، يعني فعلا مثل كيف رسام عم يرسم لوحة فنية كمان الأكل مثل اللوحة الفنية مشاهدينا بنحس فيها نحن عم ناكلها. يعني هون فعلا هالصلصة اللي صارت جاهزة للتسخين هلا مسخنها بعدين، ونحن كمان بهالوقت عنا
لفائف اللحم، لفائف اللحم كمان للي موجودة عندنا هون، دقيناهم مثل ما شفتوا قبل شوي. أنا هون جبت جبنة موتزاريلا لحطها بقلبها، فيكم تستعملوا ممكن أي نوع جبنة تاني. هون بطريقة الورق عنب بنلفها بهالشكل، ومن ثم هون كمان اوكي، هون رح نحط لكن الجبنه، وانا بدي اعملهم بانيه. بانيه هي طريقه مثل ما ذكرنا قبل ما نروح لفاصل قليل، رح نشوف طريقه كيف البانيه هون، لكن نحن حطيناهم بالطحين بهالطريقه. بيرجع بالبيض من كل الجهات، حط الطحين حتى تكمش، حتى نحن عم نقليها ما تفرط معنا. نرجع البيض من كل الجهات الى الكعك هون، لكن نحن حطينا البيض واكيد الزيت حميناه، وهون كمان بهالطريقه لكن هاي الايد نظيفه وهي الايد فيها كعك. نرجع عملناهم بانيه بهالشكل، واكيد فيكم تحطون شوي بالبراد او بالفريزر ما بيأثر، وفيكم تقلوه مباشر، بس اكيد نتفه صغيره بنحطهم بالفريزر يساعد البيض على التماسك مزبوط. هون لكن نحن بهالشكل صار عندنا لفائف اللحم نكبسها هيك بواسطة السكين من كل الجهات، ونحن بهالفاصل او بهالوقت رح نروح لفاصل. هلا اكيد نحن حمينا الزيت، وبهالوقت بدنا نقليهم مثل الاسكالوب، اكيد بعد الفاصل رح تشوفوا كيف. وعودة معكم مشاهدينا اليوم وبلفائف اللحم مع الجبنة، أكيد الزيت النباتي حميناه بطريقة ما يكون كتير حامي ومنه بارد، حتى نحصل على اسكالوب أشقر ويستوي اللحمة لجوا. يعني هون مثل ما ملاحظين نحن أنا بلعب بالنار شوي مثل البورصة، شوي بخففها شوي بقويها، حتى دائما نعطيها تعديل تقريبا بمعدل 70% من حرارة الزيت. هون هيك نحصل أشقرار من الخارج واستواء من الداخل ونكهة مميزة. لكن هون نحن هالاسكالوب او لفائف اللحم سلاس للي عم نقليهم تقريبا دقيقتين بيكونوا جاهزين. وهون عندنا نحن صلصه الخردل للي مثل ما شفتوا حطينا الكريمه والحر والصلصه الانجليزيه مع الملح والفلفل ونتفه خل احمر. وهون نحن كمان سلقنا البطاطا، بطاطا قشرناها سلقناها مثل بيوريه، وضفنا لها طبعا شويه كريمه. هون نحن رح نحط لها عندي جزر مسلوق، هذا الجزر كمان رح اخلطه تيعطينا نكهة جديدة كمان، يعني بطاطا مسلوقة مع الجزر المسلوق. هون أكيد بنرجع نطحنها. هون لكن نحن رح نضيف الجزر مع كمان كريم الحيواني. اوكي هون نحن الاسكالوب للي كمان قليناهم دائما محارم نظيفه، اسكالوب لكن اللحم هون مثل ما شفتوا طفينا الزيت، والصلصه صارت جاهزه عندنا هون. اكيد نحن بهالوقت لانه الصلصه لازم تكون بقعر الصحن بهالطريقه، فينا نحط كمان بكاسة على جنب، والاسكالوب هون رح نحطها فوق الصلصة هيك بصير نغطها ونستناولها مع الصلصة، غطى بالشوكة بنحس بنكهة غير شكل. و عندنا هون البطاطا بيوريه مع الجزر والكريمة اللي أكيد بتكون سخنة. هون بنخلي نحن ملعقتين بالمي بهالطريقة، نعملهم بهالشكل على شكل بيضاوي مثل البيضة يعني. هون كمان المي بتساعدنا حتى ما تلزقوا بعضهم وتتفصل عن الملعقة بطريقة سهلة. وهون بهالطريقة صار عندنا لكل صحن، وأكيد ما ننسى كمان إكليل الجبل على كل قطعة من البطاطا بيوريه
بتعطي منظر كتير حلو هون هال اكير الجبل الحلو اللي فينا دايما نزين فيه. واكيد رشه اوريجانو ورشه فلفل اسود. وهيك مشاهدينا حلقتنا لليوم طبق قائم من المطبخ الفاخر. ست البيت اخذت فكره كتير حلوه، بنصحكم تجربوها وتعطونا رايكم. والف صحتين والى اللقاء.